السلام عليكم، ازيكم؟ الحلقه دي مهمه جدا، وقبل ما ابتديها عاوز اعتذر اعتذار شديد لكل المتابعين ليا، لان انا طلعت في حلقه وسميتها التعويم الثاني، والحلقه دي كانت من اكتر من اسبوع على فكره. بس انا جيت قلت لك على فكره مفيش حاجه اسمها تعويم ثاني. ليه؟ مفيش مصطلح في الاقتصاد العالمي واي اقتصاد انا اعرفه اسمه التعويم الثاني، ما حصلتش. ليه؟ التعويم ده يعني انت بتاخد العمله بتاعتك وترميها في السوق وتسيبها تاخد سعرها، ما تجيش جنبها ولا بتدعمها ولا بتدعمهاش، انت بتسيبها كده وعلى حسب العرض والطلب هي بتجيب سعرها. فمنطقيا مفيش حاجه اسمها عمله تاخد سعرها في السوق وانت تقوم معومها تاني، لا يعقل. وفي نفس الوقت انا جيت اعتمدت على كل مصادر الدخل في مصر للعمله الصعبه، كانت جيده جدا. بص على قناه السويس، هتلاقي قناه السويس محققه في 2021 $6,300,000,000، ده اعلى رقم في تاريخ قناه السويس، اعلى ايراد سنوي. عمر قناه السويس ما شافت الايراد ده، بالعكس ده قناه السويس جت قالت لك على فكره في 2022 احنا هنحقق $7,000,000,000. فازاي مصر تلجا لتعويم تاني في ظل ان قناه السويس بتحقق ارباح كبيره جدا؟ ولما ارتفع النفط انا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك ده قناه السويس علت رسوم العبور بتاعه قناه السويس لسبب بسيط، لان خلي بالك لما النفط بيرتفع قناه السويس بتعلي رسوم العبور بتاعتها، لانها بتعتبر اكتر طريق مختصر في العالم. فاي حد بيكون رايح مثلا عن طريق رأس الرجاء الصالح، بيفضل رأس الرجاء الصالح مثلا، او عاوز يروح من اي طريق تاني، اول ما النفط ارتفع بيعرف انه قدامهش غير قناه السويس لاختصار المسافات، ويعتبر ده اكتر طريق اقتصادي. فساعتها قناه السويس بتستغل الفرصه وتقوم رفع رسوم العبور، ولغت كل التخفيضات اللي كانت حطاها لسفن الغاز والبترول، لغت كل ده. قالت لك يا باشا عاوز تعدي هتعدي بالرسوم الجديده او بالسعر الجديد، وكله قابل ومعدلات العبور هايله ما شاء الله. حتى في يناير حققوا رقم تاريخي، فكل حاجه كانت ماشيه كويس. طب تعالى بص على تحويلات المصريين في الخارج، اخر حاجه طالعه بيقول لك اول مره تحويلات المصريين في الخارج تسجل $31,000,000,000. ده في 2020 كان رقم تاريخي كان 29 مليار، انت في 2021 حققت $31,000,000,000. معنى كده ان انت مش في حاجه لتعويم تاني، ده لو في اصلا حاجه اسمها كده. تاني حاجه والنقطه المهمه، ان انت عندك انتاج الغاز بتاعك عالي، يعني انت عمال تعلي في انتاج الغاز وغاز مسال، وعمال توديه لاوروبا، عمال تعقد صفقات جديده، عمال تسعى لزياده انتاجك من الغاز اكتر ما هو موجود دلوقتي، وعمال ماشي فيه، وسعر الغاز بيعلى. ليه هتعوم تاني؟ ايه اللي ممكن يدفع دوله بتحقق الارقام دي انها تعوم تاني، او انها تخفض قيمه العمله بتاعتها؟ مش معقول يعني. وجيت في نفس الوقت قلت لك اللي انت مثلا شايفه ان هو هيأثر عليك من اسعار البترول هتاخده من اسعار الغاز، مش انا اللي قلت كده، ده وزير الاقتصاد المصري هو اللي قال كده، قال لك هناخد من هنا نحط هنا، اللي بنكسبه في الغاز في اسعار الغاز هنحطه ونحاول نغطيه في اللي بنخسره في اسعار البترول. لان انا جيت قلت لك على فكره برميل النفط وفقا للموازنه المصريه كان اقل بكتير جدا من $114 اللي هو موجود دلوقتي حالا، سعر برميل النفط $114، فده ضغط على الموازنه المصريه. بس ادام هم بيبيعوا غاز بسعر مرتفع هيعرفوا ان هم يغطوا الموضوع، او هيحاولوا ان هم يوفقوا الموضوع ده. بس الحقيقه ده كان تحليل ناقص شويه. ليه؟ لان طلعت صحيفه المونيتور قالت لك على فكره الارقام دي كلها كويسه جدا، بس انت مش اقتصاد موجود في حته تانية، انت اقتصاد مرتبط جدا بالاقتصاديات العالميه. ولو جيت تبص على الاقتصاد الامريكي، اقوى اقتصاد في العالم، التضخم فيه زاد جدا جدا. ده الامريكان بيشتموا جو بايدن يوميا، كل ما يروح محطه البنزين يقعدوا يشتموا في جو بايدن وهو السبب في الموضوع ده. الاقتصاد الامريكي بيتاثر، انت مش هتاثر؟ اكيد هتاثر. طب ايه اللي ممكن ياثر عليك؟ الحرب في اوكرانيا. انت لو جيت تبص الحرب في اوكرانيا دي، انت على ارتباط وثيق بروسيا واوكرانيا، انت مش بعيد عنهم على فكره. انت كنت بتصدر لروسيا حاجات كتيره جدا، وبتستورد من روسيا سياحه وقمح وحاجات كتيره برضو بتستوردها من الروس، فاثرت عليك. وخد بالك ان اوكرانيا وقفت تصدير القمح اصلا، وفي ازمه غذاء في العالم كله بالذات في شمال افريقيا كلنا هنعاني، واللي قايل كده منظمه الفاو مش كلامي على فكره، قايله شمال افريقيا هيكون في مشكله، لان الحرب بتدور على اخصب الاراضي في اوكرانيا اللي هي بيتم زراعه فيها القمح، هي اللي موجوده في اقليم دونباس ده اللي موجوده عليه الحرب، فالموضوع خطير. تاني حاجه، روسيا كانت مستورد مهم جدا للحاصلات الزراعيه المصريه، روسيا عندها مشكله، فانت بقى عندك ازمه. بس الاخطر من كل ده والحاجه الاساسيه اللي ادت ان مصر ممكن تفكر في حاجه زي كده هو كالاتي، ان لما تكون في حرب بيبقى راس المال جبان، وده مش شتيمه، ده عرف اقتصادي معروف. يعني ايه راس المال جبان؟ يعني المستثمرين ما بيحبوش يحطوا فلوسهم في اقتصاديات ممكن تكون ناشئه،
او لسه بتقوم على حيلها. يقول لك وانا اعمل كده ليه؟ انا اخد فلوسي احطها في اقتصاد امن، سويسرا مثلا، امريكا، حاجات كده اللي هي ايه شد حيلها وماسكه نفسها، وانا عارف انها مش هتتاثر جامد، ويوم ما تتاثر مش هيبقى التاثر الرهيب، فايه اخد فلوسي من اقتصاد ناشئ واحطه في اقتصاد قوي. طب الموضوع ده حصل على مدار سنين؟ ابدا. انا عايز اقول لك الموضوع ده تم من يوم 24 فبراير، وشوف بس الكلام ده عشان الكلام ده برضو مش كلامي، ده كلام مصادر، من 24 فبراير اللي هو يوم الغزو الروسي لحد النهاردة خرج 3 مليار دولار من البلد. 3 مليار دولار من البلد. بلد ايه اللي تستحمل كل ده؟ صعب. تاني حاجة، انت عندك السياحة اتضربت، وده كان عنصر هام جدا للعملة الصعبة، لان السياحة الروسية وقفت، وقاعد انت تدور على مصادر للسياحة تانية، بس صعب، مش سهل ان انت تعرف تجتذب اسواق جديدة من السياحة، تاخد وقت، مش في يوم وليلة كده هتعوض السياحة الروسية، وإلا ما كنتش رحت وبذلت مجهود خرافي مع الروس عشان تقنعهم ان هم يرجعوا السياحة تاني ليك. لو كان ليك عنصر بديل او سوق بديل ما كنتش هتعمل كل الكلام ده. ده نقطة تانية ادت ان العملة الصعبة في البلد تقل، اللي جاب اخرها يعني واللي جابها على الارض يعني هو قرار البنك الفيدرالي الامريكي، قال لك احنا هنعلي الفايدة. البنك الفيدرالي اول ما يعلي الفايدة المستثمر اللي كان هيستثمر 10 مليار دولار في العالم هيقول لك 5، ونحطها ليه بره والبنوك الامريكية فيها فايدة؟ حط في الفايدة حتى لو ربع في المية او نص في المية، حط، هي فلوس مضمونة على الاقل، ده دولار وحطه في بلد بتاعت الدولار. فالعملة في البلد ابتدت تتسحب بشكل كبير جدا، ولو خدت بالك وبصيت على البورصة المصرية هتلاقيها كان في هبد غير طبيعي. الناس دي كانت بتخسر خسائر غير طبيعية الصبح كده، تلاقي ممكن حالات افلاس، الناس مش مصدقة اللي بيحصل في البورصة المصرية نتيجة لانسحاب المستثمرين، وكل دول كانوا بيستثمروا عندك في اذون الخزانة، بيستثمروا عندك في البنوك بتاعتك، لانهم عاوزين يستفيدوا بفايدة البنوك. بس اول ما قامت حرب واول ما بنك الفيدرالي علف فايدة، شكرا، مش عاوزين الاستثمار او الفلوس الدافئة دي، خلاص، وبقى عندك عنصر جذب العملات الصعبة قليل. ده اللي أدى ان الناس اللي قايمة على الاقتصاد بتاعك اللي هم المسؤولين في البلد انهم ياخدوا اصعب قرار ممكن اي دولة تفكر فيه. شوف، ان بلد تخفض العملة بتاعتها بعد ما كانت متعومة، ده اجراء خطير جدا. على فكرة اي بلد في العالم بتلجأ للاجراء ده اخر حاجة بعد ما تكون استنفذت كل حاجة. الناس القائمين عندك قالك لا، ده أول حاجة، هاتوا بقى من آخره بقى، يعني إيه شدلي سطر، أصعب حاجة خدها، خفض قيمة العملة بتاعتك. ليه؟ هو بقى إيه قال لك أصل الحرب دي شكلها كده مش هتخلص في يومين ثلاثة، دي مكملة، إحنا داخلين في شهر والحرب لسه ما تمش حسمها، إحنا بتتكلم في مدينة ماريوبول لسه واقعة في إيد الروس ولسه ما وقعتش كمان، يعني دي المدينة اللي أقرب حاجة تقع في إيد الروس وكمان لسه فيها مقاومة. فتخيل بقى الروس عشان يكملوا على باقي أوكرانيا عاوزين لهم وقت كبير، ده لو ما استسلمش زيلينسكي. فانت بتتكلم ان بلد مصر هنا مش هتعرف تستحمل كل المده دي، مش في ايدينا ان احنا نستحمل الفتره الطويله قوي بتاعه الحرب دي. فلو انت كنت بتلجا لخيارات مش حاسمه، زي مثلا انت تسحب من الاحتياطي، ان انت بقى ما تخفضش العمله، تقعد تدور على حاجات تانية، كده كده كنت هتلجا للاجراء ده في الاخر. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان البنك المركزي كان عنده اجتماع يوم 24 عشان يرد على التضخم اللي في البلد اللي ارتفع بنسبة 10%، ده التضخم رهيب، 10% ده حاجة كبيرة جدا. وكان يوم 24 مارس هيقعد ياخد قرار ان هو كمان يرفع الفايدة 1.5%، ده كان الكلام اللي متقال. فجينا انتظرنا يوم 24 والبلد كلها اصبحت مؤهلة ان البنك المركزي هيرفع اسعار الفايدة في البنوك. جه النهاردة البنك عمل الاجتماع بتاعه، اجتماع غير مجدول، اجتماع غير مجدول، يعني زي بتقول كده اجتماع مفاجئ عشان كل الناس اللي عامله حسابها انها مثلا هتغلي السعر، هتقلل السعر، الكلام ده كله يا باشا انا بضربك في الوقت اللي انت مش واخد بالك فيه. وهنا بتكلم بضربك، هنا بضرب الناس اللي هي التجار. عمل البنك المركزي ضرب العمله المصريه، خفض قيمتها بشكل مرعب، خفض قيمه العمله بشكل مرعب. يعني انت بتتكلم ان الدولار كان الصبح ب 15، قول يا عم 66، مش هقول لك 64، 15.66. جاب البنك المركزي النهارده، سيبك بقى من الساعات اللي عدت دي، اخر اليوم قيم قيمه العمله 18.25. امشي بس معايا عشان الكلام اللي هقوله لك ده خطير جدا. خد بالك ان 18.25 او 27 زي ما سمعت في بعض البنوك، ده تم في اخر اليوم، يعني بكره لما يفتح البنك المركزي ولما تفتح البنوك ما تستبعدش ان الدولار ينزل تاني. يعني انت ايه، واضح كده ان القرار متاخد بتخفيض قيمه العمله باكتر، يعني بيقرصوا على العمله.
فانحدار في يوم واحد غير طبيعي، ويوريك حجم الفجوه اللي في البنوك المصريه. لا، في مشكله في العمله الصعبه في البنوك المصريه. هل القرار ده سمع في حته؟ سمع. سمع فين؟ في البورصه المصريه. البورصه المصريه لما جت قفلت النهارده تم استثمار فيها 31 مليار جنيه، ده رقم عمر البورصه المصريه محققته في يوم، ما حصلش. البورصه المصريه سمع فيها 31 مليار في يوم واحد، رقم حلو جدا. معنى كده ان انت بتتكلم ان انت قدرت تستثمر او تجتذب العملات الصعبه، لان انت بتتكلم ان البورصه المصريه دخل فيها 2 مليار دولار في يوم. حساب بقى من الجنيه، 2 مليار دولار دخلوا البورصه المصريه، فادوا ان انت قدرت تجتذب استثمارات في الخارج. تاني حاجه، الحكومه اعلنتها قالت لك احنا سعرنا العيش، سواء بقى السياحي مش السياحي، هو العيش كده ال 90 جرام ده بجنيه، ما مش اكتر من كده. طيب ليه الحكومه اول حاجه ركزت عليها العيش؟ عشان ده اللي خرب بيوت، ما ينفعش تيجي جنبه، فكان لازم الحكومه تحط له رابط، عشان انت عارف استغلال والنفوس الكلام ده، فحط له رابط. انا مش واقف عند كل الكلام ده، انا واقف عند حته ايه؟ انا واقف عند حته ان لجنه تسعير البنزين خارجه منها تصريحات تقول لك على فكره اصل دلوقتي العمله تم تخفيضها واسعار البترول بترتفع، فما تتوقعش ان البنزين مش هيغلى. ده على فكره برضو مش كلامي، ده لجنه تسعير البترول هي اللي قالت كده، ما تتوقعش البنزين مش هيغلى. طب طبيعي جدا هيغلى. طب هيغلى امتى؟ المفروض الناس دي تجتمع في موعد معين. اللي حصل من البنك المركزي النهارده ما يخلكش متفائل ولا ليك خطط، لان البنك المركزي المفروض اجتماع يوم 24 اجتماع النهارده. ده انا عاوز اقول لك ان هم لغوا اجتماع 24 ده اللي هو المجدول اللي هو الاساسي، اللي هو كان المفروض يجتمعوا تاني يوم 24 عشان يشوفوا نتائج قراراتهم. قال لك مش محتاجينه، احنا خلاص خدنا اللي احنا عاوزينه. فلغوا اجتماع 24 ده وخدوا قراراتهم النهارده عشان كل الناس اللي حاطه خطط تضرب. انا يعني بتكلم على التجار يعني. مش بس كده، اقف بقى عند حته مهمه جدا. بنك مركزي رفع سعر الفايده في البنوك 1%، يعني انت كنت بتتكلم على سعر الفايده كان 8.25 كان 9.25، هتلاقيه دلوقتي بقى 10.25. 1% ال 9.25 بقت 10.25. بس خد بالك ان البنك المركزي رجع طرح شهاده ب 18%، البنك الاهلي المصري في شهاده ب 18%. اوعى تفتكر ان البنك المركزي على 1% فقط. ليه؟ هو مين اللي هيحط فلوسه بشهاده 10.25 وعنده شهاده ب 18%؟ البنك المركزي عاوز يحارب التضخم وعاوز ان هو يلم فلوس تاني من السوق. رجع لي بقى الفلوس دي. هل العمله هترتفع في المستقبل؟ واضح. بس خد بالك القرار اللي اتاخد ده قرار مش سهل، مش اي دوله تعمله. وفي حاجه بس انت مش واخد بالك منها، ان الرئيس السيسي لما راح السعوديه كان اول قرار تم من السعوديه ومصر بعد الزياره دي هو ان السعوديه او الصندوق الاستثماري او الصندوق السيادي في السعوديه هيستثمر في الاقتصاد المصري. ليه؟ عشان العملات الصعبه اللي خرجت بره البلد والاستثمارات اللي خرجت بره البلد السعوديين عايزين يساعدوه. هتيجي تقول لي انت بتطبل للسعوديه، انا بس بشرح لك موقف مش بطبل لحد. انا بقول لك الراجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان عاوز يتصرف، عاوز يجيب استثمارات خرجت البلد ارقام مرعبه، عاوز يجيب استثمارات بدلها باي شكل. السعوديين هيحطوا فلوس والاماراتيين هيحطوا فلوس عن طريق مش معونات، عن طريق استثمارات. قرار مؤلم لينا كلنا كمصريين، بس خد بالك ان اول واحد كان عارف الموضوع ده استاذ عمرو اديب، يعني امبارح كان بيتكلم وقال لك البلد لازم تاخد اجراءات عنيفه واجراءات قاسيه. كانت الدخله بتاعته كده بتوحي ان في مصيبه جايه زي ما انت هتشوف كده بالظبط. ربنا يقدرني انه الكلام اللي هقوله اللي جاي ده يكون واضح واعرف اشرحه، وجايز اللي هقوله ده يبقى عكس الاتجاه اللي ممكن يبقى مسموع أو متداول. يعني أنا في تقديري أن الأيام القادمة الدولة المصرية قد تضطر لأخذ إجراءات اقتصادية ومالية صعبة. بقول أن الدولة المصرية زيها زي أي دولة في العالم. لا، عايز أقوله حاجة مهمة جدا، القرار ده يعني صعب جدا على ناس كتير. يعني انت لو انت حاطط مثلا 1000 جنيه في البنك كانهم دلوقتي 850 جنيه. قرار صادم وقرار صعب، بس ده اصعب قرار ممكن دولة تتخذه عشان تحل مشاكل كبيرة قوي عندها. الدولة جابت من الاخر. الاكتر هو اللي انت بقى هتفاجأ منه، ان الدولة دلوقتي بتتكلم انها ممكن تروح لصندوق النقد. ما اعتقدش، ما اعرفش يعني، بس ده توقع شخصي مش من مصادر، بس ما اعتقدش ان صندوق النقد ممكن يعمل فيك اكتر ما تعمل. يعني مش لاقي لها تحليل يقول ان صندوق النقد هيبقى له طلبات تانية. انت رفعت كل حاجة، بيتكلموا في كام؟ بيتكلموا في كارد جديد من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي هيوافق عليه لو مصر راحت. لحد دلوقتي في الكلام بيتم انتشاره جامد جدا ان مصر في حاجه لكارد عشان عاوزين عمله صعبه بشكل كبير. واضح ان مصادر دخلك مش على حجم مشكلتك، انا صريح جدا معاك.
عندك قناة سويس، عندك غاز، عندك تحويلات مصريين في الخارج، واضح ان مشكلتك اكبر من كل ده، محتاجة تدخل قوي ومحتاجة اجراء سريع اللي انت خدته النهارده. بس توقع مفيش حاجة ممكن تاخدها تاني. وخد بالك من نقطة مهمة جدا، احنا داخلين على رمضان، لو تقدر تجيب حاجتك من دلوقتي احسن، لان في رمضان التجار اصلا في الايام العادية او في رمضان العادي بيرفع لك سعر الحاجة 25% او 30% حتى، بعد القرار اللي اتاخد ده شوف هيرفعها 50% ولسه هيقعد يرفع. لو عاوز تجيب حاجه هاتها دلوقتي، هاتها دلوقتي، فول عربيتك، انزل هات خزين رمضان، اعمل اي حاجه بس هاتها دلوقتي. تاني، انا مش زعلان ان انا ممكن اقول كلام وما يطلعش صح، بس اهم حاجه ان انت تعرف الحقيقه، دي اهم حاجه. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ان شاء الله الدنيا هتحل والدنيا هتبقى احسن باذن الله، ورب ينصر مصر. تحيا مصر، سلام.